اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد يوميا مع برنامج همزه وصل. في حلقه اليوم نفتح ملف منتدى ديفوس في ظروف حرجه يمر بها العالم من ازمات سياسيه وازمات اقتصاديه. تجتمع دول العالم في مدينه ديفوس بسويسرا لمحاوله ايجاد حلول لابرز المشكلات التي يمر بها العالم. حقيقه تحديات كثيره بيواجهها العالم في هذه الفتره، على راسها الحرب الاوكرانيه الروسيه، علاوه على بقايا تداعيات ازمه كورونا ومستجدات متحورات كورونا ايضا، علاوه على حاله التضخميه والتخوف من حدوث ركود تضخمي على مستوى العالم تعاني من أثره العديد من الأزمات في الكثير من الدول. عموما نتابع التقرير التالي ثم نبدأ النقاش حول هذا الملف. نتابع. في الوقت الذي ارتكز فيه المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس على العملية العسكرية الأوكرانية وتداعياتها، بدأ الاهتمام منصبا أيضا على إنهاء حالة الانقسام العالمي وتحقيق قدرا من التعاون لمواجهة الأوضاع الراهنة. ولعل الزخم الذي يحظى به المنتدى في دورته الجديدة يرجع في جزء منه إلى توقيته، حيث يأتي بعد حزمة من الأزمات أبرزها وباء كورونا والأزمة السياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن الأزمة الأوكرانية. وفي هذا الإطار أعلن رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بورجي بريندي أن القمة التي تجرى في سويسرا تنعقد هذه السنة في ظل وضع جيوسياسي وجيواقتصادي هو الأكثر تعقيدا منذ عقود. ومن المواضيع الأساسية المطروحة للبحث أيضا قضية المناخ، إذ يسعى المنظمون لأن تساعد المباحثات في التمهيد للمفاوضات العالمية المقبلة في كوب 28 المقرر عقده في نهاية السنة. ويقترح المنتدى بعض الإجراءات لترتيب التدخلات الحالية بشكل يجعلها قادرة على معالجة أزمة الطاقة بأهداف انتقال طويلة المدى. واعتبر الخبراء أن الأزمة العالمية الحالية هي فرصة حقيقية لتبني مسار أكثر مباشرة نحو مستقبل طاقة آمن ومستدام للجميع. مشاهدينا، بعد أن تابعنا التقرير سيكون ملف الحلقة اليوم يدور حول سؤال تالي: في ظل أزمات عالمية ماذا يستطيع أن يقدم منتدى ديفوس الاقتصادي؟ أعيد السؤال مرة أخرى لحضراتكم وهو بيظهر معنا على الشاشة: في ظل أزمات عالمية ماذا يستطيع أن يقدم منتدى ديفوس الاقتصادي؟ للمزيد من التفاصيل ينضم الينا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصاد. دكتور وليد تحياتنا يا فندم. اهلا وسهلا استاذ محمد، واهلا وسهلا بكل مشاهدي النيل الاخبار. يعني دكتور، الحقيقه على مائده منتدى ديفوس العديد من التحديات، منها السياسيه والاقتصاديه والعسكريه والمناخيه ايضا. يعني كيف ترى قدره هذا المؤتمر على ايجاد مخارج او حلول لهذه التحديات؟ خلينا نبدأ في البداية ونقول إن منتدى ديفوس هو الحدث السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. المنتدى الاقتصادي العالمي برئاسة كلاود شواب هو من أهم المؤسسات التي تنظر للاقتصاد في السنوات الأخيرة. المنتدى الاقتصادي العالمي هو أحد المؤسسات الكبرى التي تدعم أفكار النيوليبرالية والحرية الاقتصادية وأفكار العولمة. هذا النموذج الاقتصادي القائم على الحرية الاقتصادية يعاني من مشكلات كبيرة جدا يحتاج إلى تجديد. كان من المفترض أن المنتدى الاقتصادي العالمي يكون له دور في إطار التنظير لأفكار جديدة لتطوير النموذج الاقتصادي، ولكن هذا لم يحدث. وتأخر المنتدى الاقتصادي العالمي وغيره من مؤسسات النيوليبرالية في تطوير هذا النموذج كان السبب في حدوث الكثير من المشكلات منذ 2008، أزمة الرهن العقاري في 2008، وتابعنا الكثير من التحديات التي واجهها النموذج الاقتصادي الحر.
تابعنا كيف أن هذا الاقتصاد الحر واجه قيود صحية متعلقة بتداعيات كورونا، تابعنا كيف أنه واجه تحديات جيوسياسية متعلقة بتداعيات الحرب الأوكرانية وتدخلات في الاقتصاد. كل ذلك وكل ما يحدث من تدخل في الاقتصاد هو يتعارض مع فكرة الحرية الاقتصادية ويعزف بهذه الفكرة. اليوم وفي ظل تباطؤ شديد في الاقتصاد العالمي، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي أنها تتوقع أن يصل إلى قاع بنسبة أن يصل النمو إلى قاع بنحو متوسط نمو عالمي 2.7% خلال 2023، ثم يبدأ بعد ذلك الصعود كتوقع من هذه المؤسسة. ولكن في ديفوس هناك رؤساء حكومات، هناك ممثلين لدول، والأهم بالنسبة لي ممثلين الشركات الكبرى في العالم. هذه الشركات التي تبحث عن أفق، تبحث عن مجال للعمل خلال السنوات القادمة، تذهب إلى ديفوس لتتابع ماذا يمكن أن يقدمه ديفوس، ما هو الأفق الذي من الممكن من خلاله أن توجه استثماراتها خلال السنوات القادمة. نعلم جميعا التوجه الأخضر، نعلم جميعا التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة ودخول الاقتصاد الأخضر في كافة المجالات، ولكن مناقشات ديفوس سيكون لها تأثير كبير في أن توضح الرؤية فيما هو قادم لكل من الحكومات وكبار الشركات على مستوى العالم. نعم. طيب دكتور، يعني هو في يعني تقاطعات متعددة، يعني مصالح المستثمرين والتخوف والتحوط من مفاقمة في الأزمات أو ظهور أزمات جديدة، مصالح الدول، المشكلات التي تفرضها الظروف الفعلية، يعني كيف يمكن التنسيق بين هذه الخطوط والتوجهات لكل فريق؟ بالتأكيد ما ذكرته حضرتك معضلة كبيرة جدا ننتظر الإجابة عنها من المنتدى. ففي ظل ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في كل أنحاء العالم، نجد أن القدرة الشرائية وقدرة البشر في كل أنحاء العالم على شراء منتجات تدخل في جانب الرفاهية أو منتجات تكنولوجية بتتقلص. ففي ظل تقلص القدرة الشرائية ارتباطا بتوجه الجانب الأكبر منها لمتطلبات الحياة، نجد أن الشركات الكبرى تتردد في الدخول في استثمارات ربما لا تجد لديها من لديه القدرة الشرائية الكافية لخلق الطلب الفعال على تلك المنتجات. السؤال الأهم هو الاقتصاد الحر القائم على العولمة، هل سيستمر؟ هل هذه العولمة تفترض فتح الحدود؟ نعم، في يعني مع الإجراءات الحمائية كمان اللي بتتخذها بعض الدول على سبيل المثال الولايات المتحدة والصين، يعني طبعا قطبي الاقتصاد في العالم يعتبر. بالتأكيد القيود الحمائية وأيضا العقوبات التي ضربت روسيا وأثرت على سلاسل الإمداد في العالم، فضلا عن أن هناك بعض العقوبات التي بتلتزم بها دول العالم حتى من خارج المعسكر الغربي، عندما يوضع سقف للنفط ولا تنقل شاحنات النفط الروسي فيما يجاوز هذا السقف، فإن العالم بيضطر إلى الالتزام بهذا السقف، لأن لا يوجد توكيلات نقل أو شركات نقل كبرى يمكن لها أن تنقل هذا النفط. بالتالي نجد أن التدخل السياسي والتدخل المتعدد بيضرب الحرية الاقتصادية، بيؤثر في الأسواق. ما هو المستقبل؟ هل المستقبل هو التدخل؟ هل المستقبل هو الانكماش؟ هل المستقبل كيف شكله؟ أتصور وأتوقع أن المستقبل سيتشكل عشوائيا، والواقع أن ديفوس لن يكون له يعني قدرة أفق كبير أو لن ينجح، لأن الفكرة ليست في ديفوس، القضية ليست في ديفوس، القضية لدى من سيستمع إلى ديفوس. هل يمكن للقادة ولمتخذ القرار السياسي أن يسمح لأفكار مفكري ديفوس للتطبيق على أرض الواقع، أم سيستمر العناد وسيستمر الصراع الجيوسياسي لخلق نموذج اقتصادي بصورة عشوائية تلقائية ستتحدد وفقا لطبيعة كل مرحلة؟ هل هي السماح اللي حضرتك بتتحدث عنه يا دكتور، يعني هو مرتبط ب
ارتضاء القادة أم بفرض الظروف ومقتضيات الواقع اللي أصبح العالم بينجرف إليها؟ الواقع أن العالم وبعد الشهور الأولى من الحرب الأوكرانية ومع دخول 2023 يدخل في مرحلة الصمود. الجميع ينتظر ويصمد ويتحمل معدلات تضخم عالية وصعوبات اقتصادية عالية. الجميع يتحمل حتى يقتنص اللحظة التي سينتصر فيها. بالتالي فالكل ينتظر ترتيبات هو لا يعلمها، لأنه طالما لا يوجد تعاون في صناعة المستقبل وطالما الجميع يبحث عن مصالح شخصية ضيقة فإن المستقبل سيتشكل عشوائيا دون تنظير، فالتنظير سيكون لاحق على الواقع. من هنا فإن المنتدى الاقتصادي العالمي بمفكري أتصورهم أنهم سيكون دورهم تنظير ما هو كائن وليس خلق نظريات تسبق وتؤسس لما ينبغي أن يكون. نعم. طب على فكرة التنظير، يعني لما هو كائن، يعني هل تتوقع دكتور أيضا إيجاد حلول لمشكلة وأزمة الديون التي بالفعل يعني أصبحت عبء بتشكل عبء كبير على الدول النامية والدول الأقل نموا، وهي أيضا شريك في المنظومة الاقتصادية العالمية بالتأكيد؟ يعني بالتأكيد الديون عبء كبير جدا. كل دول العالم اليوم ومنذ بداية تداعيات كورونا حزم المساندات دفعتها لأن تتحمل ديون كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول المدينة في العالم بحاجز دين تخطى 30 تريليون دولار وحدها. دول العالم مكبلة بالديون، ولكن أتصور أيضا أنه حتى قضية الديون سيتم حلها عشوائيا، فسنجد المقرضين سيرفضوا إقراض أحد بعد مستوى أو سقف معين للإمكانية. قضية الديون بصفة عامة بتتعرض أيضا لتدخلات إدارية صعبة جدا، فقيام الفيدرالي الأمريكي برفع لأسعار الفائدة ترتب عليه اتجاه الدولار إلى الولايات المتحدة. نعم يعني عذرا. مشاهدينا الكرام، تابعنا على الهواء مباشرة كلمات ألقاها وزراء من دولة الإمارات يعرضون تجربة الإمارات في كيفية الوصول إلى المستقبل الأكثر استدامة. فتحدثت السيدة عهود بنت خلفان وزيرة الدولة للتنمية الحكومية بدولة الإمارات مستعرضة المحاور التي صارت عليها دولة الإمارات لتحقيق مستقبل أو وصولا لمستقبل أكثر استدامة، حيث عرضت المحاور وهي الاستفادة. استطاعت دولة الإمارات توظيف هذه الفرص لصناعة التنمية المستدامة، أيضا تحقيق القفزة النوعية في التنمية، والمحور الثالث وهو التعاون العالمي والتسامح. وهذه المحاور الثلاثة استطاعت من خلالها دولة الإمارات تحقيق خطط ونتائج على أرض الواقع وصولا إلى الهدف الأسمى هو مستقبل أكثر استدامة. ثم تحدث بعد ذلك سيدة سارة الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل، والتي بدأت حديثها بتعبير عن أن الأزمات هي التي تدفع إلى ضرورة إيجاد حلول، وهي ارتأت وعرضت أن جائحة كورونا كانت على رأس الأزمات التي دفعت دولة الإمارات لإيجاد حلول جذرية للمشكلات الواقعة من تداعيات أزمة كورونا أو ما قد يترتب عليها. أيضا أوضحت أن للمؤسسات قدرات هائلة قامت بأدائها لخلق مخارج وحلول لهذه الأزمات، وأيضا المراكز الاقتصادية المنتشرة في دولة الإمارات وحاجة هذه المؤسسات والمراكز للتعامل مع ما أسمته الشعور بالحاجة إلى الطوارئ. أيضا أوضحت أن نقطة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والسلع والأشخاص كان أبرز المحاور التي تحركت عليها دولة الإمارات وصولا لهذه التنمية. أيضا تحدث السيد عمر سلطان وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي
والذي أوضح أن تجربة الإمارات لوصولا إلى مستقبل أكثر استدامة قامت على الاستفادة من مكانة الإمارات في منطقتها الاقتصادية التاريخية، وأيضا الاستفادة من الفرص المتاحة لدولة الإمارات وكيفية توظيفها واستغلالها، ثم البنية التحتية والقدرات البشرية وصولا إلى التشريعات وانفتاح دولة الإمارات على العالم. كانت هذه الأبرز ما النقاط التي جاءت في كلمات الوزراء الإماراتيين في مؤتمر ديفوس. عموما مزيد من التفاصيل حول المؤتمر ينضم إلينا دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور هشام تحياتنا يا فندم. مساء الخير، تحياتي لحضرتك أستاذ مشاني. يعني دكتور احنا أمام مؤتمر يجد العديد من التحديات والحاجة إلى الخروج بتوصيات أو ما شابه نتائج مثلا أو قرارات إن صح وكانت لديه الصلاحية بذلك لمحاولة إيجاد أي مخرج من أي من الأزمات، يعني كيف ترى قدرة المؤتمر على تحقيق ذلك؟ هو بداية مؤتمر ديفوس اللي بيعقد بشكل دوري ويهتم كثيرا بالشأن الاقتصادي العالمي، المفترض أنه بيتم فيه تحركات على ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو لقاء المسؤولين الحكوميين مع نظرائين في دول أخرى، وده بالتأكيد بيبقى يتم النقاش في هذه الاجتماعات بشأن كيفية التنسيق ما بين الدول بعضها البعض على مستوى السياسات. المستوى الثاني من التواصل هو بيبقى في ما بين مؤسسات الاستثمار بعضها البعض، رجال الأعمال مع بعضهم البعض. المستوى الثالث هو بالتأكيد بيبقى فرصة للمسؤولين الحكوميين علشان يلتقوا بمؤسسات الاستثمار العالمية برجال الأعمال علشان يبحثوا فرص الاستثمار. لكن هو المؤتمر بيأتي هذه المرة في ظروف بالغة التعقيد وشهية المستثمرين في حدها الأداء وقدرات الحكومات في حدها الأداء ومدى استجابة المسؤولين الحكوميين لمتطلبات المواطنين والمجتمعات بقت مقيدة بما هو متاح. والمشكلة الأكثر صعوبة أنه أي حلول اقتصادية مبنية على استقرار او هدوء او تدهور الوضع السياسي، لان احنا بنتكلم على ازمه اقتصاديه حقيقيه على المستوى الدولي هي ناتجه من موقف سياسي وعسكري وامني واستراتيجي. وفي ضوء ده احنا بنتحدث عن انه ما هو متاح في ايدي الاقتصاديين هو رهن بقرارات تتخذ على المستوى السياسي والعسكري والاستراتيجي. وهنا الحقيقه بتاتي صعوبه انه قد يكون احد الحلول انه الدول القريبة من بعضها البعض من حيث القدرات الإمكانيات، الدول النامية التي ليس لها الناقة ولا جمل فيما يحدث على المستوى الدولي، أنها تتقارب فيما بينها لمحاولة رفع نسب الاكتفاء الذاتي علشان يكون قادر اعتمادها على الخارج ينخفض، وبالتالي قدراتها على التعامل أو التعافي حتى تكون أفضل. هو ده الوضع الراهن حاليا، وننتظر إلى أي مدى سوف يخرج هذا المؤتمر بمخرجات، لكن نؤكد على انه الصوره اللي بتخرج وكافه التقارير اللي بتصدر من مؤسسات تمويليه دوليه زي صندوق النقد البنك الدولي، البنك الاوروبي للاعمال وغيره، وايضا المؤسسات الاقتصاديه الدوليه وحتى مؤسسات التصنيف اللي هي كلها بتتجه لمزيد من التخفيض او خفض التصنيف الائتماني للعديد من دول العالم، هي كلها بترسم صوره صعبه للغايه. نعم دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة وكنت معنا على الهاتف. مشاهدينا الكرام تغطيتنا متواصلة مع حضراتكم على شاشة النيل للأخبار لمتابعة مستجدات مؤتمر ديفوس وأيضا المؤتمر المنعقد في دولة الإمارات وبيحضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ابقوا معنا على شاشة نيل الأخبار.